غالبا ما يكون حضورها ضروري، وكثيرا ما يكون الشاي صاحبها الوفي، ونادرا جدا ما تتغيب قهرا عن موائد الإفطار. قلب اللوز حلوى تسيل لعاب الصائمين، فيقفون طوابير أمام المحل منفسين بذلك أسراب النحل. هو هي حاجة سبيسيال على بالنا، مشهورة من عندنا قطع سنين، وإحنا نديو من هنا. حاجة مليحة، الله يبارك. اللوز هذه هنا ودي فلاسي وفارتو، وعندها نكهة خاصة وحدها، بعد شغل سبيسيال بعد سنطينا هنا وحدها. ديما نحطوها هنا كل ما تكون قلب اللوز ما نفطروش. بقسنطينة وبباب القنطرة بالضبط، تحول محل سيرتا خلال الشهر الفضيل إلى قبلة لعشاق هذه الحلوى التي تحتفظ بمكانتها ولم تتزحزح يوما عن المراتب الأولى في سباق زينة المائدة الرمضانية. نسهم يجيو من سكيكدا، من الحروش، من سطيف، بارتهم يجيو لهنا. قسنطينة هذه بلايصة تحم باب القنطرة. من ولاية قال ما زلنا نديو قلب اللوز، من ولاية قسنطينة قلب اللوز تاعها مليح. وسيرتو كان في قال ما قلب اللوز بس مش كيما بالطعم هذيا، وقلب اللوز تاعها حلو قسمطينا. اخويا من قال ما جيت ندي قلب اللوز من هنايا من باب قنطرة، تعيش بين قسمطينا باهيه بزاف، عندها قو خلاف زي خلاف خلاص. أهل الجسور المعلقة أوفياء لقلب اللوز، واتسعت مساحة الوفاء إلى خارج حدود مدينتهم، فأصبحت حلوى قلب اللوز جسراً آخراً يمتد من أجل استقطاب الزوار إلى مدينة الجسر العتيقة، لتكون الفرجة فرجتين، رؤية قسنطينة من علي وتذوق قلب اللوز الشهي.